الأعمال الصالحة خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه والبركة له في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميدا ويموت على أحسن ما تكون عليه الميتة. لأن الله سبحانه وتعالى يفي لأوليائه: فمن أخلص لله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وتولى الله وتولى دين الله وشرع الله فلن ينتهي به الأمر إلا إلى خير في دينه ودنياه وآخرته. ولقد تكفل الله لهؤلاء السعداء الأولياء الأتقياء الذين حفظوا حدوده وحرصوا على ذكره وشكره والإنابة إليه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن تجد في هذه الحياة حياة أطيب من حياة طابت بطاعة الله عز وجل، ولن تطيب الحياة إلا بذلك، أن تجد العبد عمر قلبه بذكر الله فلا يفتر من التفكر في ملكوت الله عز وجل، فإن نظر إلى السماء تذكر من بناها ومن أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذه النجوم كيف تلألأت وكيف بانت وكيف أشرقت، وهذه الشمس كيف طلعت وأشرقت، وهذا القمر المنير، وغير ذلك من الدلائل. ثم ينظر إلى الأرض فلا يفتر من النظر في عظمة الله في كل سائر متحرك وثابت، فيقول: سبحان من أجرى هذا الشيء وسبحان من أمسكه، فيصبح قلبه دائما في ذكر الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في السماء وما بناها وكيف رفعت، ويتذكر في الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وفي الإبل كيف خلقت، يتفكر في مخلوقات الله. فإذا أصبح قلبه دائما في هذا التفكر انطلق لسانه بذكر الله.